بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا دلوقتي 3 أنواع من العربية تويوتا كورولا. الفئة اللي قدامنا دي اللي هي الفئة الرابعة اللي فيها فتحة سقف زي ما حضراتكم شايفين كده، وجنط سبور وسبورت. طبعا تكييف خلفي، عشان ناس كتير بتسألني على التويوتا كورولا اللي هي فيها فتحة سقف. ادي اول عربية معانا باللون الاسود، فتحة سقف اعلى فئة، فتحة سقف. في طبعا عربية اعلى منها اللي هي جنبنا دلوقتي، العربية الاعلى منها دي بتبقى من غير فتحة سقف واسمها جي ار سبورت زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا فيها باكيتة كده في الجنب، لكن هي من غير فتح السقف. والجنط مختلف، والعلامة هنا مختلفة، ومكتوب هنا جي ار سبورت. برضو عندنا باللون بتاعها الابيض ده، طبعا هو ابيض سمني، والعربية اللي بعديها العربية الفئة التانية طبعا دي معروفة باللون فضي مدخن. اللي محتاج اي عربية تويوتا كورولا يقدر يكلمني وانا في الخدمة ان شاء الله. عندنا برضو العربية دي لون بترولي، دي العربية الرابعة، بس هي طبعا انا مرضتش اذكرها في 3 عربات لانها دي تسليم العميل برضو الفئة التانية. زي ما حضراتكم شايفين كده. اللي محتاج اي عربية في العربيات دي يكلمني على 02-330-42-173، او يزور المعرض على طول في 30300 سوري 30 احمد عرابي المهندسين. شكرا لكم. سيارات عبد الله.